العظيم احنا يعني البارح الليل يعني حوالي منتصف الليل يعني تلقيت هذا الخبر هذا، وانتقلت شخصيا يعني الى الفندق نتاع الباي، وكنا متواجدين مع شيرات سابقا، وكنا متواجدين يعني مع الوفد الموريتاني هناك يعني في حسرة وفي ألم. يعني هذا الفريق هذا أول مرة يعني يتأهل إلى الدور الربع نهائي، وكانوا اليوم يعني من المقرر أنهم الساعة 5 يتنقلوا إلى ولاية عنابة من أجل يعني لعب المقابلة نتاع الربع النهائي. ولما سمعنا بهذه الكارثة هذه تنقلنا، ولقينا يعني الوفد بكامله يعني في وضعية يعني نفسية جد صعبة، وسيناهم ووقفنا معهم. السلطات يعني الصحية والأمنية باشرت العمل نتاعها يعني المعتاد في مثل هكذا حالات. ظن بلي باش اليوم إن شاء الله يعني ننتهي من كل الإجراءات في الصبيحة، وسيتم يعني نقل جثمان يعني هذا الشهيد إن صح التعبير يعني أقول إلى بلده إن شاء الله. رحمة الله عليه، رحمه الله وألام أهله وسلم إن شاء الله.